الشعب اللبناني يعيش أزمة هي الأسوأ منذ عقود بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده البلاد، خصوصاً مع وجود فيروس كورونا وضعف العملة المحلية اللبنانية. الليرة اللبنانية تقريباً الدولار تجاوز 15,000 ليرة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وقلة بعض السلع في الأسواق. يمكن الفيديو ده اللي تم تداوله قبل أسابيع لبعض المتاجر، ويعني اشتباكات وخلافات وتنازع على بعض السلع في المتاجر اللبنانية خوفا من نقصها أو نفاذها، خصوصا وأن الدولة اللبنانية تدعم فقط مجموعة محددة من هذه الأسعار، وبعض أصحاب المتاجر حددوا من يحصل على هذه السلع. بدأت الأسعار تزيد بشكل جنوني خلال الأيام الماضية، خصوصا البيض والدواجن واللحوم، لدرجة أن كرتونة البيض الواحدة وصل سعرها لأكثر من 10,000 ليرة لبنانية، ما دعا البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تدشين حملة بعنوان خليها تفقس أو خلوها تفقس. حملة لمقاطعة شراء البيض في لبنان هي خليها، إحنا في مصر بنقول خليها تفقس، أحبابنا في لبنان بيقولوا خليها تفقس. خلينا نشوف هذا الفيديو لأحد مطلقي هذه الحملة وهو يدعو الشعب اللبناني للتوقف عن شراء البيض والدواجن حتى تنخفض أسعارها. نتابع هذا الفيديو. خلونا نبلش بشي صغير وننجح فيه خي، لمرة نعمل شي حملة وننجح فيها. تمام، بنعمل حملة على موضوع البيض، اللي بعدها بنعمل على موضوع اللحمة، بنعمل على موضوع أي شي بتحس إنه فيه تجار قاعدة عم تستغل هذا الشعب. لتقدر تكسب ثقة الناس بلش بشي صغير ركز عليه، وبعدين روح طلع عمل حملات أكبر. نحن بننزل على أساس عم نعترض على شي معين، بنصير بدنا الشعب يريد إسقاط النظام ما بعرف شو. أسبوع المقاطعة وقوة الشعب كما أسماه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان خلوها تفقس، حملة تدون وغرد عليها آلاف اللبنانيين خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بإيقاف شراء الدواجن والبيض حتى تنخفض أسعارها. من هذه التغريدات عباس بيقول لمقاطعة شراء البيض بسبب ارتفاع سعره، حيث أصبحت الكرتونة 40,000، قاطعوا البيض خليه عفن، لا تصير الكرتونة 10,000، ما تشتري بيض لمدة أسبوع وشوف كيف بيرخص، خلوها تفقس. أما حسين فبيقول خلوها تفقس، المقاطعة ثقافة عالمية راقية، تعبير عن رغبة المستهلك بطريقته الخاصة وإخضاع للتاجر وتقويم لسلوكه. عبد العزيز أيضا بيقول التهافت على السلع يؤدي إلى فجور الكثير من التجار، هؤلاء التجار لن يستطيعوا الصمود أمام المقاطعة أكثر من أسبوع وسيضطرون إلى خفض الأسعار، لا تتخاذلوا عن المقاطعة، ومن يتخاذل لا يحق له الشكوى. فاتن بتقول إذا نجحت حملة مقاطعة البيض والدجاج بتكون مدخل لحملات مقاطعة أكبر، لأن التجار الكبار مش عم يرحموا الشعب المعطر. حساب جديد أو سوسو حسن بتقول لا تشتروا البيض، لا تشتروا الدجاج، خلي أصحاب المداجن تفقس عندهم أو تفقس عندهم على الفاضي، مفروض نقاطع كل السوبر ماركت، بركي خفضوا من الطمع والجشع، هلكونا فقاطع وخلوها تفقس. أخيرا نور سلامة أيضا بتقول ارحموا وجع الناس، شو هيدا الفجور يلي عم تعملوه، الحرامي بيسرق وبيعمل المستحيل حتى ما حدا يعرفه، بس التجار عم يسرقوا على عيني عينك يا وزارة الاقتصاد، ما عاد حدا عم يخاف من الله. ده كلام نور سلامة تضامنا واشتراكا في حملة خلوها تفقس، اعتراضا على رفع أسعار البيض في لبنان واللي وصلت على حد زعم أو على حد تعبير بعض المغردين ما يزيد عن 40,000 ليرة لبنانية للكرتونة الواحدة. فهل تنجح هذه المقاطعة في تخفيف الأسعار وتخفيف العبء عن الشعب اللبناني الذي يعيش أزمة اقتصادية طاحنة تمر به منذ سنوات، مع تهاوي وتراجع سعر الليرة اللبنانية وكذلك المشاكل والأزمات السياسية التي تشهدها البلاد؟